في البداية أقول أن تطور المشهد النقابي في الجزائر مرتبط بالتحولات التي عرفتها البلاد. يجب أن نعرف أن قوانين التي صدرت بعد سنة 1990 جاءت بعد تحولات سياسية التي عرفتها البلاد بعد أحداث أكتوبر 1988 والإصلاحات التي انبثقت عنها، وخاصة الإصلاحات التي تم الانطلاق والشروع فيها في 1989. وهذه الإصلاحات التي بدأت في 1989 كانت المنطلق للتحولات التي مست الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي كل هذه التحولات أدت إلى انفتاح في المجال السياسي عن طريق إنشاء أحزاب سياسية تعددية الحزبية، والانفتاح الاقتصادي حيث عرفت الجزائر الولوج إلى اقتصاد السوق. هذا المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي عرف تحولات عرف كذلك تحولات في المجال الاجتماعي في مجال منظومة التشريع العمل، وبالتالي مراجعة المنظومة التشريعية للعمل لسنة 1990 شكلت عنصرا من هذه الإصلاحات. كنا في مرحلة التسيير الاشتراكي، والنصوص الاشتراكية التي كانت تسير المرحلة ما قبل 1990، وفي 1990 صدرت مجموعة من النصوص كانت جاءت بحلول قواعد جديدة محل أحكام القانون الأساسي العام للعمل ونصوصه التنظيمية. وبالتالي عرفت هذه المرحلة بروز مبادئ مؤسسة لنمط جديد في تنظيم العلاقات المهنية كالشراكة الاجتماعية عن طريق تأسيس النقابات، عن طريق على مستوى المؤسسات تأسيس ما يسمى بلجان المشاركة، وترك بعض المجالات أو بالأحرى العديد من المجالات علاقة العمل إلى التفاوض الجماعي بعد أن كانت تخضع إلى مجال التنظيم، حتى أصبحنا نسمي قانون 90/11 بقانون التفاوض الجماعي. وكان المبدأ في هذا المجال أن علاقة العمل تقوم على مصالح متباينة وفي بعض الأحيان متضاربة، معاكسة بذلك مفهوم المصلحة المشتركة التي كانت تتبناها ضمنيا النصوص السابقة. النصوص الاشتراكية في العهد الاشتراكي كانت تعتبر أن العامل شريك في التسيير وليس عامل ومستخدم ومؤسسة، ما كانش عندها يعني الهدف المعروف بعد سنة 1990. المراجعة للنصوص التشريعية بعد سنة 89 وعرفت تكلت بإصدار 5 قوانين أساسية، يعني كثير من النصوص صدرت بعد ذلك، ولكن 5 قوانين أساسية تنظم الإطار التنظيمي والتشريعي لعلاقات العمل، وتتعلق أولاً بأطر وإجراءات التشاور والتفاوض للوقاية من نزاعات العمل وتسويتها والوساطة والتحكيم ومستحق الإضراب، ويتمثل ذلك بإصدار القانون رقم 90/2 المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية في العمل ومستحق الإضراب، والقانون رقم 90/4 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. النص الثاني الأساسي هو القانون رقم 90/3 الذي يحدد أنماط تدخل السلطات العمومية ومسدها صلاحية الرقابة عن طريق مفتشية العمل. النص الأساسي الذي ينظم علاقات العمل الفردية والجماعية هو القانون رقم 90/11، وهذا النص تطرق كثيرا إلى التفاوض الجماعي ومشاركة العمل في المؤسسة ومسألة الأجور والعديد من الأمور، لا سيما علاقة العمل الفردية وتأطير اللجوء إلى عقود العمل. أما النص الأساسي الذي هو موضوع هذا الملتقى هو القانون 90/14 الذي حدد الأطر والآليات تسمح للشركاء الاجتماعيين بإنشاء تنظيمات قصد الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. وقد استكملت هذه المجموعة بإصدار 3 نصوص تشريعية لتأطير المخططات الاجتماعية الناتجة عن عملية إعادة الهيكلة وضمان التغطية الاجتماعية للعمال المستريحين عن طريق قوانين 90/4.
90 صفر قوانين 94/09 و90/10 و94/11، وقد استكملت هذه المجموعة بإصدار ثلاث نصوص تشريعية لتأطير المخططات الاجتماعية الناتجة عن عملية إعادة الهيكلة وضمان التغطية الاجتماعية لأمة المسلحين عن طريق قوانين 90/04 قوانين 94/09 و90/10 و94/11. واخيرا اعطي حصيله معالي الوزير ان هذه النصوص ادت الى تطور عدد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعيه على مستوى المؤسسات عن طريق ابرام اتفاقيات جماعيه قطاعيه واتفاقات جماعيه على مستوى المؤسسات تظهر في هذا الشكل البياني. معالي الوزير، السيدات والساده الافاضل، سأعرض عليكم مداخلة وجيزة حول المشهد النقابي في الجزائر، الواقع والآفاق. وقبل ذلك أريد أن أوضح بعض المسائل المتعلقة بالإطار القانوني لمصادر تشريع العمل في مجال ممارسة الحق النقابي. وهذه المصادر، هناك مصادر دولية تتعلق بدستور منظمة العمل الدولية وبإعلان فيلادلفيا لعام 1944 والاتفاقيات الأساسية التي تطرق عليها الأستاذ فيما يخص الاتفاقية الدولية رقم 87، وأضيف الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالمفاوضة الجماعية وحق التنظيم، وكذلك الاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية. بالنسبة للإطار القانوني بصفة موجزة، تكرس في إطار القانون 94، والمادة الثانية واضحة، يحق للعمال أجراء من جهة وللمستخدمين من جهة أخرى الذين ينتمون لنفس المهنة أو الفرع أو النشاط أن ينشئوا منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وبالتالي لهم الحق في تأسيس منظمات نقابية، وبالتالي الحرية النقابية لا يمكن فصلها عن التعددية النقابية، فالحرية النقابية هي تقتضي إنشاء منظمات نقابية بكل حرية أو الانضمام إلى منظمات نقابية أخرى مسجلة قانونا. بالنسبة لإجراءات التي نص عليها القانون، أولا هناك إيداع تصريح بالتأسيس للمنظمة النقابية لدى الإدارة، سواء كانت ولاية إذا كانت على مستوى البلدي أو ما بين البلديات أو الولائي، أو على المستوى الوطني على مستوى وزارة العمل، ثم إلى استيفاء إشكاليات الإشهار. وبمجرد التأسيس القانوني تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية والآلية المدنية، وبالتالي يمكن أن تقوم بتمثيل أعضائها أو أن تبرم عقد أو اتفاق له علاقة بنشاطها أو اقتناء أملاك منقولة أو عقارية، كما حدد القانون معايير التبديلية النقابية. وانطلاقا من هذه المعايير يمكن للمنظمة النقابية أن تقوم بسلسلة من الصلاحيات، من بينها المشاركة في المفاوضات الجماعية لإبرام اتفاقيات أو اتفاقات جماعية، المشاركة في النزاعات، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى لعقد اجتماعات أو إعلام جماعات العمال أو تحصيل اشتراكات، والتمتع أيضا بحساب 10 ساعات في الشهر مدفوعة الأجر للقيام بممارسة مهامه. كما أعطى القانون حق في إنشاء هياكل نقابية في أماكن العمل المتميزة وفي المؤسسات كامتداد للمنظمة النقابية على مستوى أماكن العمل. كما أرسل القانون الحماية القانونية للمندوبين النقابيين، وأي عرقلة للحرية النقابية تكون هناك متابعة قضائية في هذا المجال، ويحظر القانون أي تمييز وأي عقوبة تأديبية ضد مندوب نقابي وأي عزل يتم خرقا لأحكام القانون 94. بالنسبة للمشهد النقابي وبإيجاز، كما أشار إليه السيد الوزير، فهناك إلى حد الآن إلى شهر جوان سجلنا 121 منظمة نقابية، منها 78 منظمة نقابية لعمال أجراء
و 43 منظمة رقابية لأصحاب العمل. وتلاحظون في الرسم أن 65% من المنظمات هي منظمات نقابية للعمال. نجد أو تحليل هذه المعطيات نجد أن 42% من المنظمات النقابية متواجدة في قطاع الوظيفة العمومي و 22% في القطاع الاقتصادي. كما نجد تركيز كبير للمنظمات النقابية في قطاع التربية الوطنية، هناك 17 منظمة نقابية، قطاع الصحة 19 منظمة نقابية، وقطاع النقل، هذا بالمقارنة مع قطاعات أخرى. كما نسجل أن 32 منظمة نقابية لم تنشط سواء منذ تأسيسها أو نشطت جزئياً ولم تقم بتجديد هيئاتها القيادية أو إبلاغ عن عناصر تمثيليتها النقابية، وهي نقابات مسجلة. ما يلاحظ وقد أشار إليه الأستاذ قريشي أن المشهد النقابي يتسم بالفئوية، بالطابع الفئوي للنشاط النقابي، هذا ملاحظة في محلها. كما أن هناك تواجد في المنظمات النقابية في جميع فروع النشاط، لكن هناك تركيز في قطاع الوظيفة العمومية. لكن هناك إيجابيات، لأن هذه التعددية النقابية خلقت ديناميكية في ضبط علاقات العمل المهنية، وتكلم أو تطرق إليه زميلي فيما يخص المفاوضة الجماعية. وقد أشار كذلك الأستاذ إلى مشكل التمويل الذاتي للمنظمات النقابية، ونعم لاحظنا ذلك، لعدم أولاً سداد الأعضاء لاشتراكاتهم أو عدم قدرة المنظمة لإيجاد مصادر بديلة لتمويل أنشطتها. بالنسبة للآفاق، معالي الوزير، سيدات والسادة الأفاضل، أولاً هناك تعهد من السلطات العمومية وقد أشار إليها الأستاذ السيد الوزير فيما يخص مباشرة الإصلاحات التشريعية، لا سيما المتعلقة بالحق النقابي وممارسة الحق النقابي، وتكييف أحكام قانون 9014 للاتفاقية الدولية رقم 87، وكذا لاستنتاجات لجنة الخبراء لمكتب العمل الدولي، وكذلك للتجارب التجربة الجزائرية فيما يخص ممارسة الحق النقابي. سوف نواصل تشجيع المنظمات النقابية التي تكون مطابقة للقانون، ولكن مع ضمان المرافقة، انتهيت ضمان المرافقة والمساعدة التقنية، ما زاد سلايد برك. دعم آليات الحوار الاجتماعي، وكذلك تطوير آليات التكوين النقابي، لأنه شيء مهم، رفع قدرات المنظمات النقابية في التحليل الاستباقي وفي إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية كشريك في عملية التنمية. وأخيراً التكييف أو تكييف قدرات المنظمة النقابية مع الأنماط الجديدة لأشكال علاقات العمل. وشكراً معالي الوزير.